في احد المستشفيات في بريطانيا مراسم زواج بتأكد ان الحب الحقيقي لا يقهر كل المستحيلات. الراجل يعني بقي له ايام معدودة علشان اكتشف ان عنده سرطان، ومع ذلك اصر ان هم يتجوزوا. هو عنده 63 سنة وهي عندها 45 سنة. كملي لنا بقى، احكي لنا اللي حصل. وكانوا مخططين لحفل الجواز في جزر الكناري، طبعا من احلى الاماكن على الصور اهي الارض. معانا. اضطروا طبعا ان هم يغيروا الخطط دي لما تم تشخيص المرض للزوج، ويعني المعاناة كانت واضحة جدا، وبالتالي يعني أسرعوا في مراسم الجواز وحاولوا ان هم يعيشوا وقتهم قد ما يقدروا. مش مهم هو يعني ان كمان هم الحاجة عارفين الأخبار الحلوة الوحشة. فكرة الدعم من الآخرين، ان الناس بعت اتبسطت لهم عشان ورد، وفي ناس تكفلت شجعهم. بكل المصاريف والفستان والبدلة. وهو قال ان احلى حاجة يشوفها في اخر حبيبته لحظاته حبيبته وهي بفستان ده فيلم الفرح، سينما، يعني دي ورغم شوفي قصة فرق سينما. السن بس المشاعر تقهر كل المستحيلات، تقهر المرض، تقهر السن، تقهر كل الظروف.